وانت بتقدم تنمر بونيتا. شو اللي بيستفزك على السوشيال ميديا؟ انا عم بيستفزني على السوشيال ميديا الاشخاص اللي عايشه ملل معين، صبايا صغار بعدهم بالعمر. بيستفزني المحجبات اللي عم بيعملوا اشياء مش اخلاقيه ومش حلوه للمظهر. شو يعني اشياء محجبات بيعملوا اشياء؟ في منهم بلاقيهم محجبات ولابسه كثير ضيق ومؤخرتها هالقد وبتصير ترقص محن وتعمل اخبار. ما بعرف انا اذا اهلها اللي بالسالون اذا شافوا اللي عم تعملوا اذا بيذبحوها ولا لا. يعني هي اليوم منا بمر بيقولوا بمجتمع هي حره، بس ليش نحن بنسمع اليوم عن اشخاص لا المحجبه مش حره؟ لا لا، كيف المحجبه مش حره؟ ما فيها ملتزمه بحدود معينه، مش ملتزمه التزام كامل، فهي شأنها شغلة مع ربها. ما فيني اسكت انا. المحجبه هي حره، اختارت الحجاب بخيارها. رابع لا بدك تسمحي لي، المحجبه منا حره. بلا حره. لا لا لا، هي لما بونيتا بس لحظه كرمال الموضوع نرجع لموضوعنا. انا سالتني شو بيستفزني، سالتني شو بيستفزني. انا عم بحكي شخصيا، انا بالنسبه لي 1+1 بيعملوا 2. يعني انا يعني المحجبه بدها تحترم الحجاب، ما بده يكون في عرض اغراء. الاولاد الصغار الصبايا الصغيره ممنوع تكون، مش ممنوع بس ما شغلتها تعمل محن واشياء غير اخلاقيه. ثالث شيء بيستفزني الاشخاص المزوجه، انا عم شوف اشياء مش معودين لها، وكثير عالم بيحكوا شيء عنهم وهن بيتصرفوا يعني بوجهن شيء وبقفاهن شيء. انا اللي عم بقوله انه الامراه اللي عندها اطفال والزوجه في احترام لهي الصوره العائليه اللي نحن بنعرفها. بدي اسمع رايك.